بعض التفاسير أنه لم يقل إنه يتضمن اليسرى ولا أنه موصوف باليسر، وإنما قال إنه هو ذاته يسر، على ضرار من يصف فرسه بالسرعة، هو لم يصفها بالسرعة، فقال كأنما هي إقبال وإدبار، وصفها بالإقبال وبالإدبار، هي ذاتها ليعمق وليدخل الوصف الذاتي فيها حتى يكون أبلغ من مطلق الوصف العادي. إذن وصف النبي صلى الله عليه وسلم للدين بأنه هو اليسر ذاته وبأنه عينه، هذا الوصف يعطي حقيقة الدين أولا. ثانيا قال ولن أكد على ذلك فقال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، مهما بذلت من جهد ومهما بذلت من قوة ومهما بذلت من عزيمة وإرادة، لأنك تتغلب على الدين وتستحوذ عليه وتحيط به فأنت المغلوب، هي معركة أنت المهزوم فيها. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم، معناه لو أكثرت من النافلة، لو أكثرت من الصدقة إلى درجة تتجاوز الحد وتتجاوز الممكن وتتجاوز المطلوب، فلا بد أن يعود الأمر عليك حتى تكون عاجزا عن أداء الواجب من الناحية المادية أو أداء الواجب من الناحية العملية. لا يعني ذلك أنك لا تسعى إلى الإكثار من الفضائل أبدا، إنما يعني ذلك ما رتبه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال فسددوا وقاربوا. سددوا، التسديد هو اتباع العمل الرشيد، هو اتباع العمل الوسط، يعني سددوا يعني اتبعوا الوسط، وقاربوا يعني إذا لم تستطيعوا أن تصلوا إلى النهاية في الكمال المطلوب فحاولوا أن تقتربوا منها. فإذا اتجهتم اتجاه الوسط وحاولتم أن تقتربوا من المطلوب بعد ذلك ليس عليكم إلا أن تطمئنوا، فلكم البشرى بأنكم ستحصلون على الثواب وعلى المطلوب وعلى الهدف. سددوا وقاربوا وأبشروا، أبشروا بالحصول على الهدف المراد، ولا تعتقدوا أن مقاربتكم للمقصود وعدم وصولكم إليه أن ذلك يؤدي إلى عدم حصولكم على الثواب أو إلى النقص. ثم بعد ذلك بيّن صلى الله عليه وسلم استتباعا للمنهج والظرف الذي ينبغي أن يستخدم به العمل، فقال واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجة، يعني استعينوا بالوقت المناسب، بالوقت الذي تكونون فيه تتمتعون بالحيوية وتتمتعون بالنشاط، ويكون هو نفسه وقت معتدل من حيث الهواء والحرارة والبرودة والنشاط ومن حيث الراحة بالنسبة لكم. إذا استعينوا بالأعمال التي تقومون بها بهذا الوقت الذي تتحقق فيه ظاهرة النشاط وظاهرة الأريحية وظاهرة الإرادة وظاهرة الشجاعة في العمل والقدرة عليه. هذه المنهجية لا تخص أي موضوع من موضوع، لا تخص أي موضوع من موضوع، هي منهجية عامة ويستطيع أن يطبقها أحد في أي موقع كان، وأي أحد طبقها في أي موقع كان لابد أنه كما قال صلى الله عليه وسلم أبشروا. فإذا سددت وقاربت فما عليك إلا أن تبشر، لكن إذا تركت التسديد فذهبت إلى الحافة أمكنك السقوط، فإذا ذهبت إلى الشفاء أمكنك الوقوع، لكن إذا اتجهت في الاتجاه الذي قال سددوا وقاربوا، هذه المنهجية كما قلت بنيت على أساس الاعتدال والوسطية، وهي صالحة لأي موقع، صالحة لأي زمان، صالحة لأي مكان، صالحة لأي نشاط كان. نأتي إلى المعنى، هذا المعنى يكاد يكون متواترا في السنة النبوية وفي القرآن الكريم. القصد تبلغ، القصد طبعا هو الوسط، معروف أيضا القصد ومنه الاقتصاد. هذا أيضا الحث على المعنى الحديث صحيح، القصد تبلغ، يعني الاعتدال تصل إلى الهدف، الوسطية تصلون إلى الهدف. إذن هذا المعنى متردد في الأحاديث النبوية وفي الآيات القرآنية،
هذا المعنى هو الذي سبب له عندما نتحدث عندما ننظر إلى هذا المعنى العام نجده متذرعا وموجودا ومنتشرا في مختلف ميادين التشريع الإسلامي. فلنأخذ التكليف مثلا. التكليف، مبدأ التكليف كان يمكن أن يكون أن يترك الإنسان سدى كما قال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني بغير أمر ولا نهي، لكن هذا طرف من الإمكان، هذه حافة من الإمكان. كان يمكن أن يكون التكليف بالمشاق، بما هو صعب، بما هو فيه حرج. لا، جاء التكليف لا هذا ولا ذاك، جاء التكليف لم يترك الإنسان سدى بطبيعة الحال وتم تكليفه، لكن التكليف جاء بالدرجة المعتدلة، بدرجة الوسط، بدرجة اليسر، ونص في هذا التكليف على أنه لا يهده الضيق ولا يستهده الحرج ولا يستهده المشقة البالغة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هذه الوسطية بين الإهمال، بين التفريق بين الحيوان والإنسان، الإهمال من طبيعة الحيوان، الإهمال عدم الأمر عدم النهي، الترنع، الحيوانية، هذه احتمال ممكن كان أن يكون فيه الإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى لم يجعله في هذا الموقع لأنه كرمه. أيضا لم يجعل الإنسان هذا الإنسان لم يجعل الله سبحانه وتعالى الإنسان المسلم في الموقع الذي حمله على الأمم الأخرى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. أيضا هذا الإصر في التكليف وهذه المشقة كان إذا أراد أحد منهم أن يتوب لابد أن يقتل نفسه. هذا الإصر وقد ثبت في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت في الدعاء: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إذن الطرف الآخر من التشدد، الطرف الآخر من المبالغة، الطرف الآخر من الغلو لم يصل إليه التكليف. إذن حتى التكليف نفسه الذي هو مبدأ المسؤولية روعي فيه مبدأ الاعتدال والوسط، فلم يترك الإنسان سودا ولم يعمل عليه من المشاق والإصر ما لا قدرة له عليه به أو ما يشق عليه. في العبادات وهي أوامر مجهولة العلل في أغلب أحوالها يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك هو أساس الطلب بها وتشكل ربطا للعلاقة بين العبد وربه. هذه العبادات أيضا هي نفسها بنيت على أساس الاعتدال والوسطية، صممت على أساس الاعتدال والوسطية. عندما نراقب أركان الإسلام نجد أن واحدا منها واجبا في العمر كله، وواحد منها واجب على مدى السنة كلها مرة واحدة للسنة، وأن الصلاة التي يتردد وجوبها، التي يتردد فعلها، لا تأخذ من الإنسان بنسبة 1/24، 24 ساعة، 24 ساعة تستغل من الصلاة، تستغل منها في الصلاة، في الصلوات الخمس، حدود الساعة الواحدة، حدود ساعة واحدة. إذن بنية العبادة نفسها كلها بالإضافة إنها على أساس التيسير أيضا على أساس الوسطية في هذا الأمر. عندما جاءت مجموعة من الصحابة فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها. عليه الصلاة والسلام لم يسترح لذلك، وتحدث عن ذلك حديثا فيه شيء من التأنيب، بحيث صار يقسم بالله أنه لأخشاهم لله وأتقاهم، ومع ذلك فهو يفعل هذه العبادات ولا يعطي كله لها أيضا، ولا يعطي كله لها أيضا. هناك شيء آخر يأخذه من وقته، يتزوج النساء ويصوم ويفطر ويصلي وينام. إذن هذه العبادة وهي هذه العبادات وهي أهم أنواع ما هو مأمور به، أيضا اتبعت فيها في تصميمها أصلا وفي اتباعها ومنهجيتها أيضا الوسطية والاعتدال. في مجال المعاملات،
تأتي السهولة والتسهيل، هي عنوان المعاملات والتعامل. السهولة والتسهيل عندما يبوب البخاري في كتابه باب السهولة واليسر،